سأبدأ بسرعة من خلال التعليق على ما حصل في 2025. ثمة مستجدات في الساعات الماضية والأيام الماضية. هناك الكثير من البلدان التي أو جميع البلدان المعنية بالمشاركة أو بالترشح ل 2025 قد أتت لتقديم عروضها. كل البلدان جاءوا. لا يوجد فقط التزام بتطوير كرة القدم في إفريقيا، ولكن هناك أيضا التزام بالاعتراف بالفائدة العظمى، الفائدة الأولى، وهنالك أيضا اعتراف بأن احتضان كأس العالم يعتبر معيارا هاما جدا، وهنالك من قدم أو كان هنالك انسحاب للجميع البلدان الخاصة ب 2025 لتمكين المغرب والبلدان الإفريقية التي تقدم طلب استضافة كأس العالم 2030 أن تتمكن من التحضير. وبالتالي فكان هنالك تجاذب، كان هنالك نقاش حول هذه المسألة، وبالتالي فإن كأس أمم إفريقيا 2025 ستقام في المغرب، فلنصفق للبلد المستضيف.